الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: من نسي راتبة الظهر أن يصلي راتبة الظهر القبلية أو لم يدركها بسبب إقامة الصلاة فماذا يفعل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، فإذا كنت قد فوتت الراتبة القبلية للظهر بالعذر الشرعي بسبب عدم الإدراك مع شدة الحرص على إدراكها أو بسبب نومك أو بسبب آخر، فإن لك أن تقضيها بعد صلاة الظهر، أو لك أن تقضيها متى ما ذكرتها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فوت راتبة الظهر لاشتغاله بوفد عبد القيس، ثم لما صلى العصر صلى ركعتي الظهر التي انشغل عنها، فسألته ميمونة أو أم سلمة رضي الله عنهما، فقالت: يا رسول الله، سمعتك تنهى عنها وأراك تصليهما، فقال: إني شغلت عن ركعتين بعد الظهر فهما هاتان، وفي رواية: فصليتهما الآن. ولما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر القبلية في حديث أبي هريرة وأبي قتادة في صحيح مسلم، قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أداء صلاة الصبح. وأخذ العلماء من ذلك أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، والخلاصة أنك تقضيها ولا حرج عليك لأنك فوتها وأخرجتها عن وقتها بسبب العذر الشرعي، والله أعلم.